هلا واضح من الفويس نوتس يلي تسربوا انه كان في حدا عم بجرب يقلد صوته لغمار وما زبطت معه، وكل هيدا الشيء كرمال يؤذونا سياسيا، لانه بكل بساطه ما عم يقدروا يواجهوني ولا عم يقدروا يردوا علي بكلمه الحق. بدهم ايانا نمشي مثلهم ونعمل يلي هن بدهم اياه، وهيدا الشيء ما رح يصير ابدا. كرمال هيك عم بيحاولوا يشوشوا علينا بمواضيع شخصيه ما لها طعمه واصلا ما انها مزبوطه. حضرت النائب، يعني بدك تقولي لي انه انت ولا لحظه شكيتي انه ممكن هالتسجيلات تكون مزبوطه؟ ابدا. انا وغمار بتجمعنا علاقه حب وثقه، وانتو اول عالم كنتو شاهدين على هيدي العلاقه.